يقول معارضو داليا البحيري إنها خطافة رجالة. بمعنى؟ إنك خطفت زوج الممثلة سوسن بدر وتزوجته. ناس عبيطة يعني. فنانات اتلقبوا بلقب خطافة الرجالة، أشهرهم على الإطلاق هي شريهين اللي خطفت جوز إسعاد يونس علاء الخواجة واتجوزته في السر. وطبعاً لما عرفت إسعاد قلبت الدنيا، لكن لما تعبت شريهين وجالها كانسر في الغدة وإسعاد عرفت بمرضها ده قررت إنها تسامحها وتصالحوا واتفقوا هما الاتنين يعيشوا على ذمة نفس الراجل. تاني فنانة خدت لقب خطافة الرجالة هي أصالة اللي خطفت المخرج طارق العريان من مراته إنجي علي، وأصالة اعترفت إنها كانت معجبة بيه وقت تصوير كلاب يا مجنون مش أنا ليلى. وقتها هو كان مخرج الكلاب ده وإنجي كانت حاضرة معاهم التصوير، وعشان كده لما اكتشفت علاقته مع أصالة قالت إنها كانت عاملة زي الأطرش في الزفة. واستمر جواز أصالة وطارق لمدة 12 سنة وخلفت منه ولادها التوأم، بس في النهاية انفصلوا بعد ما جت واحدة من دور عيالها خطفت طارق منها. برضو روبي ما سلمتش من اللقب ده لما اتجوزت المخرج سامح عبد العزيز في السر، عشان كان متجوز المذيعة داليا فرج وعنده منها 3 بنات، لكن روبي وسامح انفصلوا بعد ما خلفت منه بنتها طيبة بسبب كتر الخلافات اللي ظهرت بينهم. كمان أنغام كانت من الفنانات اللي اتلقبت بلقب خطافة الرجالة لما أعلنت جوازها من الملحن أحمد إبراهيم وهو متجوز من مراته الأولى ومخلف منها كمان، بس جوازتهم ما استمرتش كتير واتطلقوا بسرعة ورجع أحمد لزوجته الأولى. كمان مايا دياب اتقال عليها نفس اللقب لما اتجوزت من رجل الأعمال عباس ناصر وهو متجوز ومخلف. وريهام أيمن خدت اللقب ده برضو لما اتجوزت جوز صاحبتها منة حسين فهمي وهو شريف رمزي، ومنة وقتها بعد اللي حصل ده راحت اتجوزت أحمد فهمي اللي كان متجوز أخت شريف رمزي. يعني ممكن يكون الموضوع معقد حبتين، بس في النهاية ما استمرش جواز منة وأحمد، لكن ريهام قدرت تحافظ على بيتها وجوازها مستمر لحد دلوقتي. مش بس دول، كمان داليا البحيري خدت لقب خطفت الرجالة بعد ما اتجوزت فريد المرشدي حفيد فريد شوقي واللي كان متجوز من سوسن بدر، لكن داليا ظهرت نفت الكلام ده وقالت إنها تعرفت عليه أثناء تصوير مسلسلها صرخة أنثى، وإن وقتها كان مطلق سوسن بدر اصلا. وتوفى فريد سنه 2014 في حادثه على طريق السويس. كمان دره خدت نفس اللقب لما اعلنت جوازها من رجل الاعمال هاني سعد، وظهرت مراته الاولى قالت انها لسه على ذمته، لكن دره طلعت واكدت انه طلق مراته الاولى وانها خلاص ما بقتش على ذمته. اما ياسمين عبد العزيز فكان بيلاحقها لقب خطافه الرجاله لما اتجوزت محمد حلاوه وهو متجوز من مراته الاولى ومخلف منها 4 عيال، واستمر جوازه من ياسمين سنين طويلة. وبعدها جت ريهام حجاج خطفته من ياسمين عشان تاخد هي كمان نفس لقب خطافة الرجالة. العيب مش فيها، العيب فيه هو، هو اللي سمح. لكن أنا ما أقدرش ألوم الست. هتقولي لا، طب ما تقولي لجوزها.